أكدت شركة التأمين ارتفاع مبيعات التأمين على السفر إلى بلدان أمريكا اللاتينية التي ينتشر فيها فيروس زيكا الخطير. الشركات أكدت ارتفاع مبيعات التأمين بنسبة 81% في شهر يناير، وذلك فور انتشار أخبار سرعة العدوى بالفيروس. وبينما تنتظر شركات السفر قيام العديد من السياح بإلغاء سفرهم ما سيكبدها خسائر معتبرة، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع إصابة حوالي 4 ملايين شخص خلال عام 2016، مؤكدة أن هناك شكوكا قوية بوجود علاقة سببية بين فيروس زيكا وارتفاع حالات صغر الرأس عند المواليد.